الوطني، وعلى آخر نشاط للغرفة الفتية الاقتصادية. نحكي على البرنامج الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية هذا السنة 2023 اللي تنظم دورة تكوينية وطنية. هذا باش يكون نهار 21-22 جانفي أكيد بالحمامات لفائدة أكثر من 200 شاب من مختلف ولايات الجمهورية اللي باش يمثلوا رؤساء المكاتب المحلية للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. هذا بحضور نائب الرئيس العالمي. خلينا أكثر تفاصيل ناخذها من عندك سي مراد الحيدري الرئيس الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. صباح النور ومرحبا. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. نشكركم على هذه الدعوة ونشكر جميع المستمعين. رحب جميع المستمعين. اليوم كما قلنا عن أكاديمية القياديين للغرفة الاقتصادية التونسية لسنة 2023 بشي تمثل في دروس تكوينية وتأثير الرؤساء الغرف المحلية كامل تراب الجمهورية. قرابة 200 شاب وشابة باش يتكونوا ممتاز. على أيدي من مكونين من أعلى دراس في 3 أيام هما باش يكملوا في 2023 وينجموا يأثروا زادة هما الأعضاء متاعهم في المكاتب الجهوية متاعهم ويلقاوا الحلول ويخدموا معنا التظاهرات متاعهم في أفضل التظاهرات. أنا الحقيقة قدامي البرنامج تويكا قاعدة نقرأ فيه. البرنامج باش ينطلق الدورة نهار الجمعة باش تتم على الساعة 3 بعد الزوال. باش يميز الدورة هذه عديد البرامج كما تبادل الخبرات عفوا والتكوين لفائدة رؤساء المكاتب كما كنت أنت ذكرت، كذلك تقديم البرنامج الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية وهو الاستثمار الإيجابي المؤثر. خلينا نفهم معك شوية الاستثمار الإيجابي المؤثر. الاستثمار الإيجابي المؤثر هو نوع من الاستثمار بين الاستثمار العادي والاستثمار في الاجتماعي والتضامني. هو شراكة ما بين الاستثمار المؤثر والاستثمار العادي الكلاسيك اللي الناس كل يعرفوه والاستثمار متاع التضامني والاجتماعي، باش نحاولوا نلقاو فرص للشباب اللي عندهم أفكار في الاستثمار اللي عنده من جهة أولى عنده تمويل متاعو وعنده ربح نص يوم تاع ربح وعنده حاجة ثانية يأثر إيجابيا في المجتمع ولا في البيئة ولا في الاقتصاد عامة. واضح، يعني هذه خلينا نقول حسن التصرف على المستوى الإداري والمالي. التصرف على المستوى الإداري والمالي والتصرف في على المستوى الاجتماعي. لازمنا زادة كي يخدموا معنا شركات متاعنا في تونس ما يقعدوش مقتصرين كان على الربح، ما الربح زاد فما زاد الربح في الـ في الـ في, الـ في الاجتماعي والربح البيئي والربح صحيح. ويعاونوا معنا الاقتصاد نتاع ايجابيا الاقتصاد نتاع الدوله نتاعنا دولتنا تونس. الحقيقة مثل هذه الدورات التكوينية مستحقينها بالأخص لشبابنا. كي نشوفوا الغرفة الفتية الاقتصادية اللي نشكركم على المجهود الجبار اللي قاعدين تقوموا به لفائدة الشباب، أكثر من 200 شاب باش يتم تكوينه. خلينا نحكيوا شوية على الأنشطة المقبلة إن شاء الله. كما قلنا اليوم باش نعملوا في الثلاثة أيام هذوما تكوين القيادات مدينة في كامل تراب الجمهورية. باش يكون بحضور اشراف النائب الرئيس العالمي. نحن حاليا في المطار نستنى فيه باش نستقبلوه يكون حاضر معنا. مرحبا بيه، معناها السيريموني دوفرتور نتاعو اليوم مع الساعه 3 نتاع ليلا، وباش يبدا معناها التكوين نتاع الرؤساء 3 أيام هذوما. ومن بعد باش نبدا انا عندي جمعه جايه الأسبوع المقبل باش نمشي لنيجيريا. نيجيريا في باش نعملوا الجلسة الوطنية لرؤساء إفريقيا والشرق الأوسط. زاد نحن باش يعطيونا الآليات اللي باش تنجم تعاون بلادنا وتنجم تعاون الشباب نتاعنا في الغرفة الاقتصادية. نجموا نقدموا باش نجموا نبداو أكثر معناها نعملوا أكثر تنمية في البلاد نتاعنا. ممتاز جدا، نشكرك على التواصل على التفاعل. شكرا لك سيد مراد الحيدري الرئيس الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. شكرا لك. شكرا.
مشكور جدا. إذا هذه دورة تكوينية تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية لخلق جيل جديد، لخلق جيل متكون مؤطر اليوم ينجم يحكي، ينجم ينافس، ينجم يبادل كذلك الخبرات متاعه. اليوم عنا الحقيقة ناس تعرف تتصرف سواء على المستوى كما كنا نذكر الإداري أو المالي. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم في الاستماع. She's crazy like